زميلنا كامل يوسف يعني كالعادة دايما بيبقى معانا الصبح كده من سوق العبور، يقول لنا أسعار الخضار والفاكهة، تعالوا نعرفها ونصبح على كامل. صباح الفل يا كامل. صباح النور وصباح التفاؤل وصباح الامل، اهلا بيكم زمايلي في الاستوديو اسحاق وهبه، وبكل مشاهدينا مشاهدي قناه سي تي في في كل مكان في العالم. موجودين دلوقتي مع حضراتكم من داخل سوق العبور وتحديدا قسم الخضار علشان نتعرف على الاسعار وعلى حاله البيع والشراء هنا في جولتنا ولقائنا الاسبوعي اللي بنعرف فيه حضراتكم على الاسعار وعلى الانواع وعلى حاله البيع والشراء. كل ده عرفنا عليه النهارده الاستاذ ابراهيم حداد المتحدث الاعلامي باسم سوق العبور. في البدايه بنرحب بحضرتك على شاشه قناه سي تي في وصباح النور. احنا بنرحب بكم صباح النور على قناه سي تي في وعلى العاملين قناه سي تي في، وبتنورونا وتشرفونا واهلا بكم في اي وقت في سوق العبور. انتوا يعني بتوصلوا للمستهلك وللجمهور الاسعار من داخل السوق، ده برنامج عظيم واحنا بنرحب بكم. حاجة في البداية كده حابين حضرتك تعرفنا على الأسعار وعلى مدى توافر السلع هنا داخل سوق العبور. والله الأسعار ولا حرج، يعني الشهر ده من بعد العيد يعني ما فيش أسعار الحمد لله. يعني عندي الطماطم بتباع ب2 جنيه، بجنيه ونص ل2 جنيه. عندي البطاطس اللي هي بتاعت الطبيخ بتتباع ب2 وربع ل2 ونص، وعندي بطاطس التحمير بتباع من 3 جنيه 3 وربع، وعند البصل الاحمر بيتباع ب3 جنيه ونص، والبصل الابيض برضه زيه ب3 جنيه ونص. البدنجان الابيض بيتباع ب1 جنيه ل1.5 جنيه، البدنجان الرومي ب2 جنيه، البدنجان العروس بيتباع ب2 جنيه، الفلفل الحامي من 2 ل2.5، الفلفل الرومي من 1.5 ل2.5 حسب الحجم بتاعه متوفر. عندي بس هم صنفين اللي هم مرتفعين، يعني الباميه بتباع ب12 جنيه، طبعا عشان احنا نعتبر كده داخلين على نهايه موسم الباميه الطرح بتاعها بيبدا يقل. وعندي الفاصوليا الخضراء تبع الموجه الحاره بتاثر فيها بتباع ب 15 جنيه. الملوخيه الخضراء ب 2 جنيه ل 3 جنيه. الجزر بيتباع ب 2 جنيه. الكرنب الحبايه من 5 جنيه ل 7 جنيه حسب الحجم بتاعها. الكوسه عندي هي يعني بتتفاوت اسعارها برضو الحر ماثر عليها من 4 جنيه ل 5 جنيه حسب ايه النوع بتاعها. فما عنديش يعني الحمد لله بالنسبه للخضار اي ارتفاع في الاسعار. وطبعا الحاجات الشعبيه الفلافل والبدنجان وبتاع دي اسعارها في الحضيض، والطماطم برضو اسعارها نازله، فكله ده في صالح المستهلك. لان طبعا ما يكون بيكتر الصنف في السوق بيبقى السرع بينزل اوتوماتيك، لان عرض وطلب عندي ما عنديش انا ايه تحديد اسعار وعرض وطلب. وطبعا الموجه الحاره منزله الزراعه كتير. و اسعار الفاكهه طمنا كده على اسعار الفاكهه وانواعها المختلفه. الفاكهه طبعا ما عنديش في الفاكهه في اسعار مرتفعه غير صنف واحد في المانجا اللي هو العويس، ليه الطرح بتاعه قليل ولسه كمان منطقة بلد اسمها إدفو تبع البحيرة بتزرع كلها عويس لسه يعني بدأت تبشر. فالعويس ده بيتباع لوحده من 28 ل 30 جنيه. أما تيجي للمانجا الزبدية حسب النوع بتاعها حسب الجودة بتاعتها من 9 جنيه ل 12 جنيه. السكري نفس الطريقة، في المانجا الهندي بيتباع ب 11 جنيه و 12 جنيه برضه، وفي الفونس بيتباع من 13 جنيه ل 15 جنيه. في الصديقة بتباع ب 15 جنيه. فبالنسبة للعنب اللي هو البذر الكبير ده بتاع الصعيد بيتباع ب 3 جنيه. إنما بالنسبة للعنب البناتي والعنب الأحمر البناتي برضه بيتباع من 3 جنيه ل 5 جنيه. الكنتالوب عندي بيتباع ب 3 جنيه. الرمان طبعا مبشر في السوق بيتباع من 4 جنيه ل 6 جنيه. الموز طبعا هو الطرق لسه الموسم بتاعه ما بدأش دلوقتي بيتباع من 8 جنيه ل 9 جنيه. فيعني الحمد لله ما عنديش اسعار مرتفعه في سوق العبور خالص، والامور مستقره تمام. ومطمن العاملين على القناه الاول عشان هم طبعا بيشتروا رخيص، وجمهور مصر وشعب مصر، ودايما بنقدم لكم الشكر على تشريفكم لينا. جدا الاستاذ ابراهيم حداد المتحدث الاعلامي باسم سوق العبور اللي كلمنا وطمنا على الاسعار هنا داخل سوق العبور، اسعار الخضار والفاكهه وتوقعات الاسعار خلال الفتره اللي جايه، وتحديدا في الموجه الحاره اللي احنا بنشهدها اللي هي ممكن تاثر على ارتفاع الاسعار. دي كانت جولتنا مع حضراتكم من هنا من داخل من سوق العبور اللي عرفنا وطمنا فيها حضراتكم على الاسعار ومدى توافر السلع. برجع لكم زمايلي في الاستوديو مره ثانيه وصباح النور. صباح الفل يا كامل، وصباح الفل على ضيفك الكريم.